هنزل انا ونيلي وشريهان وهاني من الفيلا. ناخد العربية ونطلع على اسكندرية، بس لازم اكون هناك قبل الساعة 1 بالليل عشان الحق المركب اللي هتطلعني على قبرص. اتفضل. رخص يا ريس. او ماي جود، ايه الزحمة دي؟ ده كمين. كمين؟ طب هنعمل ايه؟ بقولك لفي وارجعي، احنا مش هينفع نفضل مستنيين في الطابور، هنتأخر على ميعاد المركب. طب بصوا، مثلوا انكم عيانين وانا هتصرف. مين دول العيانين؟ هتودينا في داهية. مثلي، ما بتعرفيش تمثلي؟ انا كنت شاطرة قوي في التمثيل في المدرسة. هتعملي ايه؟ هتعملي ايه؟ تراست مي، مش هينفع، مش هينفع. اسكت. بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟ بس اسكت. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتعملي ايه يا استاذ؟ لو سمحت افتح اللجنه بسرعه، معايا حاله طارئه. حاله طارئه يعني ايه؟ معايا 2 متخلفين لازم يروحوا مستشفى المجانين دلوقتي. متخلفين؟ ما تقربش ما تقربش، هيعضوك. يعضوني يعني ايه؟ انت معاك بطاقه يالا؟ ايوه معايا بطاقه يا باشا، بس ارد على الولد بس واطلع لك البطاقه على طول. طب انزلوا لي بقى كلكم يلا. لو ما فتحتش اللجنه دلوقتي مش هيحصل لك كويس. يعني ايه مش هيحصل لي كويس؟ تعالى يا ابني نزل الناس دي كلها. لا لا لا، بقول لك ايه، انت ما تزعقليش وتكلمني بالطريقه دي، انت ما تعرفش انا مين؟ هتكوني مين يعني؟ أنا بقى هعرفك أنا مين وبنت مين. بابي بابي اتفضل، قول له مين حضرتك. خير يا حضرة الضابط؟ في حاجة؟ ثم أنت إزاي تفتح عليا كده؟ مش يمكن قلع؟ صباح. ازيك؟ ازيك يا عبدو، وحشتيني. ازيك يا عمو؟ ممكن لو سمحتي اسلم على بابايا؟ نهار اسود على الغلاسه. هاي حبيبي، هاوز ات جوينج هير؟ كويس؟ ازيك؟ الحمد لله. اقعد يا عمو، اقعد. هسيبكوا 10 دقايق تاخدوا راحتكم. اتفضل. شكرا يا عامل ايه في الحبس يا اخوي؟ تعبان قوي صباح، تعبان. بابي حاول تستفيد من الاكسبيرينس اللي انت فيها، ممكن تسلي وقتك بالقرايه مثلا، اكيد في مكتبه في السجن، او ممكن تلعب رياضه، تنس، باسكت، عشان تخس شويه. حبيبتي وانا محبوس في الصاله المغطاه؟ مفيش الحاجات دي هنا. ازاي يا بابي؟ انا بشوفهم في الافلام بره بيكون عندهم حوش وفي ملعب والمساجين بتلعب فيه باسكت. بره المساجين بيلعبوا في الحوش، انما هنا بيلعبوا في المساجين في الحوش. طب عمو جرب تعمل حاجه مختلفه، يعني اتعرف على ناس جديده مثلا. انا بالفعل اتعرفت على اصدقاء لطاف قوي، الاخ باستيلا، سيد عضه، رهيب زباله، ناس جميله جدا، بس هم لو زي ما تقولوا اقامت صداقات مهولين عليا كتير. بقول لك ايه يا سعد؟ قولي يا حبيبتي. انت في حد ضايقك؟ سوري، معنى ضايقك يا سي عبدو؟ ضايقك قول، ما تتكسفش، ما انا قصي اتحبست قبل كده. And you're proud. لانه لا لا، انا راجل، راجل يا صباح. حبيبتي انا بحطت ايدك تلاقيش. عمو تحب مثلا الزياره الجايه ندخلك شريطين باركينول؟ لا، بمعنى اللي هي بلابيع يا عمو، الصراصير دي بتطير سنين السجن هوا، انت تضرب الفرده من دول تلاقي العمر بيجري معاك كده. شريان انت عارف حبيبتي انا ما ضربتش كيمياء من امتى؟ من امتى؟ من زمن طويل جدا، ايام الكودافين ما كان ب 15 جنيه. خلاص. انا بس اللي حاسس في نفسي قوي ان اتحبس وافلس في نفس الوقت، ويا ترى هخرج من السجن ده ولا مش هخرج؟ ولو خرجت اعيش ازاي؟ مش لو كان ابوك الله يرحمه بقى ساب لكم القرشين اللي عملهم على قلبه قد كده، مش كان زمانهم دلوقتي فكوا ازمه بدل ثروته اللي مش عارفين مخبيها فين؟ المهم سيبوكم مني انا، انتوا عاملين ايه؟ عايشين ازاي؟ احنا الحمد لله كويسين، ما تشغلش بالك انت يا عم. اتكلمي عن نفسك انت يا حبيبتي،
بابي احنا مش كويسين خالص، احنا ضايعين، انا بنهار. هيحجزوا على الفيلا بكره وانا اخدوا عربيتي ومعيش ولا مليم. ممكن بليز تديني 10-15 ألف جنيه اتصرف بيهم بس التلات ايام دول؟ انتي بتقولي ايه؟ انا معيش 13 جنيه على بعض. انتي لو تعرفي انا هربت دي منهم ازاي. طب غبي اخويا لحد يشوفها غبي. خلاص يا عمو ما تقلقش، احنا كده كده هناخد نيلي تعيش معانا. اعيش معاكوا فين؟ انتي اتجننتي، انتي الطولي. جننت ايه؟ امال هتعيشي فين؟ انا كوين ان، مليون ألف حد في العالم يتمنى ان انا اكلمه بس مش اعيش معاه. برضو احسن روح الكويت ان بتاعتك دي وعيشي فيها. لا حبيبتي، هي كوين ان، هتعيش فين بقى ده اللي هنعرفه بعدين. بابي ما تشرحش، دول ما بيفهموش. They will never understand. دول في الكنافة. هي بتشتمني يا سعبدو؟ لا يا حبيبتي، في الكنافة. احنا بنتعرفها كعيلة، بنحب الكنافة او بنعشق الكنافة. اثنين كرسي فوتيل سكري، واحد طربيزة خشب طورية. كرسي فوتيل وسكري، مش مصدقة نفسي. يا أنسة احنا ربطنا كل الشنط فوق الميكروباص، في حاجة تانية ولا نتحرك؟ لا I think مفيش، بس تقريبا انا ناسي حاجة. ناسي ايه تاني؟ هو احنا هنقعد طول اليوم نفك ونربط؟ انت بتتكلم كده ليه؟ هو انت بتعمل كده شفقة منك عليا يعني؟ ما انا هديلك فلوس. فلوس ايه؟ انا تعبت من الشير والحط، ضهري اتقطم. وانا مالي؟ مش دي شغلتك؟ مش وانت صغير قلت عايز اشتغل كده؟ انا مالي؟ وبعدين ما تلخبطنيش بقى عشان مش فاكرة انا ناسية ايه. عجبك كده؟ كنت هنسى بني ادم. سوري ماما ميمي. ودي هنربطها فوق الشبكة ولا هتركب معانا في العربية؟ هي طبعا هتركب معانا العربية، بس الكرسي اربطه فوق الشبكة. استنى. نعم. رايح فين؟ شلني. ايه؟ شلني يا أنسة، انت عايزاني اشيلها؟ طب ما تشيلها، ما هي شغلتك، شيلها. بتضحك حضرتك؟ And you're so happy؟ كلنا هنترمي في الشارع بسببك. ليه؟ عشان حضرتك بتستظرف وتخبي فلوسك وسايب لنا مجلة. بجد ايه الشقاوة دي؟ ربنا يسامحك. انا مش مصدقة ان انا مش هنام في اوضتي تاني.